للوفاق. الوفاق فتحة دوخة وهدف، دوخة وهدف من اللاعب ديس. اللاعب ديس يسجل هدف الأول في الدقيقة 14 من الشوط الأول لصالح فريق الوفاق. هدف كان بعد طبعا حركة غير رياضية من ديس إسماعيل، والحكم السيد أملو يعطي الإنذار، الإنذار والبطاقة الصفراء لرقم 5 اللاعب ديس اللي سجل هدف في الدقيقة 14 في مرمى اللقطة مرة ثانية. شوف يعني باليد اليسرى في الرقبة تاع اللعاب تاع الحراش، وزيد دفع مرة ثانية في الدار، وبالتالي قرار الحكم اعتبروا شخصي حتى انه مساعد الحكم رفع الرايه، رفع الرايه باش يساعد باش ياكد على الخطا. نعم، اذا ضربه الجزاء راح تكون من تنفيذ مباشره سليم، مباشره سليم، ولا راح ينفذ ضربه الجزاء هذه طبعا في الدقيقه 26 بعد طبعا احتجاجات كبيره، وهدف المقابل صفر للوفاق، ومباشرة سليم أمامه الحارس فوزي شوشي. إذن ضربة الجزاء ستنفذ أمام الحارس شوشي ومباشرة سليم، والهدف وهدف التعادل. إذن هدف التعادل لفريق اتحاد الحراش، هدف التعادل لفريق اتحاد الحراش بعد ضربة الجزاء اللي أعلنها الحكم السيد أمالو، وفرحة كبيرة لأنصار اتحاد الحراش. طبعا تواجد كذلك عدد هائل من أنصار الوفاق، لكن ضيق الملعب، ضيق الملعب وضيق المدرجات يخلي المقابلة يعني كهذه، يعني يقول انه لو كان الملعب اكبر ويتسع لاكثر عدد ممكن من الجمهور كان احسن، وهذه ضربه الجزاء اللي مشاليها يعني الحارس، مشاليها الحارس، ولكن كان التسديد ايضا جيد تاع هو نوعا ما. نعم كان مدروس وكان يعني في، والهدف الثاني من تراوري، هدف ثاني لصالح الوفاق في الدقيقه 43 فتحه من الجهه اليسرى، والهدف الثاني لفريق الوفاق بعد خطا في المراقبه من فريق اتحاد حراش. هذا جاي من انصار فريق الوفاق اللي طبعا بقى دوخر هذا دايخ في هذه اللقطه. شوف يعني كانت مخادعه، يعني مخادعه حتى دوخة نقول ما كانش ينتظر تماما اللقطة هذه، وكانت يعني اللمسة كان في وضعية صعبة جدا، وكان مشى يعني كان ينتظر ان الكرة تمشي عليه. والهدف الثاني لصالح اتحاد الحراش بعد تمريرة على طبق من لاعبي او من بوعلام، ولقطة جميلة جدا قام بها فريق اتحاد الحراش اللي سجل الهدف الثاني وتعديل النتيجه امام طبعا حيرس فوزي شوشي، اللي يعني يقول انه لا يقدر يعمل ولا شيء في مثل هذه اللقطه، لانه بومشرى سليم كان وجه لوجه امام الحارس هذا سليم بومشرى او الحارس. شوف التمريره من بوعلام، يعني ما فيش تسلل، والمراوغه والتمريره والهدف الرائع لقطه سليم بومشرى. إذا هدف ثاني، ويرجع اللقاء للتعادل هدفين مقابل هدفين، يعني لقاء نقول عنه أنه لقاء في منتهى الروعة بالأهداف، يعني 4 أهداف كاملة تسجل في هذا اللقاء، وتعادل في النتيجة عن طريق معلان. هدف ثالث، هدف ثالث لصالح اتحاد الحراش، وفعلا نقص العددي، النقص العددي لصالح او من جانب فريق، النقص العددي من جانب فريق الوفاق اثر كثيرا على مردود الوفاق اليوم. 3 اهداف مقابل هدفين لصالح اتحاد الحراش، 3 مقابل 2،
وصرح على اليسار منذ قليل كنت نتكلم على الفرديه تاع اللاعبين يشاهد اللاعب يعني قلنا الفرديات اللي عنده الفرديات قادر تشكل خطوره اكثر بسرعه اكثر المرات النادره وين يستعملوا السرعه تاعهم دائما يخلقوا فيها خطوره وبالتالي شوف يعني عندما ينطلقوا بسرعه يخلقوا اكثر خطوره ويكونوا يعني فعاليه تاعهم تكون اكبر في دقائق مثل هذه ممكن الان راح ننتظر نشاهد يوفنتوس راح يرمي بكل قوه الى الامام وراح ممكن نشاهد يوفنتوس